الأخت من خميس مشيط استعرضنا في الحلقة الماضية بعضا من أسئلتها، وفي هذه الرسالة بقي لها سؤالان. تسأل فضيلة الشيخ أولا عن حكم لبس العدسات الملونة بالنسبة للزينة، وذلك تجملا للزوج. في زماننا هذا كثرت مثل هذه العدسات، ونرجو الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إذا كانت المرأة محتاجة إلى لبس العدسات لضعف بصرها أو لأمر طبي اقترحها الطبيب أن تلبسها، لأنها محتاجة إليها طبيا، فلا بأس بذلك. أما لبسها للزينة فالأولى تركها والابتعاد عنها. نعم.